عادة tu partages ton écran تبديلهم هاي باهي نعاود نرحب بكم، يعطيكم الصحة اللي حضرتوا معنا في الصباح. دونك ici je viens de partager mon écran. Normalement vous pouvez voir mon écran maintenant. Oui, لحظة برك. اي لحظة برك يا عايدة، بالله سامحوني تسكروا لي الميكروفون نتاعكم باش نسمعوا بعضنا، هاكا عندكم البوتون نتاع حطوها ميي، اللي عنده مداخلة وخليونا معناتها نكملوا لكم الحصة، اكتبوا الأسئلة نتاعكم في ورقة، داكار؟ آخر الحصة نجاوبكم على الأسئلة باش نكملوا معناتها الحصة أون كونتينيتي، واللي عنده مثلا مداخلة أكيدة يعني مثلا نتاع صوت كي ينقطع الصوت نتاعنا والا تنقطع الفيديو وقتها يدخل واحد فيكم. اي اوكي يا عايده. باهي دونك ici c'est l'interface de Filmora 9. حبيت نقول لكم اللي Filmora 9 c'est un éditeur de vidéo facile بالحق معناتها ساهل و très amusant اللي بيها تنجم تعمل كرياسيون دي بروجي نسميو بروجي نحنا كونكو معناتها مازال ما حولش الفيديو سي ان بروجي في الاخر بالكل باش اون فوا فوار كومون فو زالي لي زيكسبورتي باش يولي ان فيديو سو فورما تاع الام بي 4 نعرفو يونا بوكو دوتر فورما ام بي 4 نعرفو الام بي 3 صوت الموسيقى ان سي دي سويت ان سي دي سويت وفما الام بي 4 الفورما المعروفه تاع الفيديو فوالا. Donc, le Filmora fait beaucoup de versions. Donc, la version Filmora 7, 8, 9. La plus récente est le Filmora 9. Ou peut-être le Filmora 9, bien sûr, fait une version, je dis d'HG, je peux faire beaucoup d'améliorations par rapport à la version Lirbala. Donc, le Filmora 9, Rahini. Plus riche au niveau des options, des fonctionnalités, elle y fait. Voilà, alors, il y a l'interface principale. Qu'est-ce qu'il y a dans cette interface? L'interface interne, on peut la diviser en trois parties. Un des parties à droite, c'est le trophée HH en noir. Un des parties à gauche. Un des parties, elle est juste inférieure. Qu'est-ce qu'il y a alors la partie à droite elle est chauffée la vidéo ou elle a les images ou elle est là donc déjà elle fait donc le bouton play donc bouton play ou faire le bouton stop pour faire donc tu vas avancer ou elle tu vas retour en arrière elle chauffe l'exécution تعمل فيها عندك البارتي ا gauche qu'est-ce qu'il y a dans la partie à gauche ici tout en haut عندي ce qu'on appelle la barre des menus عندي le menu fichier le menu édition le menu outils affichage exportation et aide يظهر لي الناس كل نعرفوا في مثلا في الميكروسوفت وورد ولا باوربوينت ولا اي حاجه باش نعرفوا سي كوا le menu fichier le menu fichier في surtout donc ou le معروف معناتها انه تمشي تعمل فيشي انريجستري سو اي بان جوستمون دونك لهنا قلت نحكيو على ماهوش دوكيمون نحكيو على ان بروجي اللي باش نخدمو الفيلم ولا التي فيديو ولا التي كليب ولا اللي هو سا سي ان بروجي دونك نقولوا لهنا اليونا ان نوفو بروجي لورسك تو فا ديماري دونك باش تعمل واحد جديد من لولو جديد كيما فيشي جديد معناتها ورقه جديده باش تبداها عندك اوفرير ان بروجي existant déjà موجود عندك انت ان بروجي ديجا قديم ما كملتوش دونك باش تحلو باش تزيد عليه باش توصل عليه اوفرير ان بروجي existant لهنا راهو ما يحل كان لي بروجي اللي مخدومين بالفيلمورا معناتها ديجا انت في بروجي خاد مقبل ومازلت ما كملتوش ولا باش تكملو ولا حاجه كيما هكا اوفرير ان بروجي ريسون معناتها بروجي الاخراني اللي انت خدمتهم باش يخليهم هو في الذاكره نتاعهم انت باش تلقاهم ديجا موجودين اخر وحيد باهي مثلا لهنيك امبورتي ان ميديا امبورتي ان ميديا
Oui, il y a donc l'une des fonctionnalités très importantes بالنسبة للفيلمورا. عندي من هنا à partir de cette option, je peux importer un média. Au média, هنا جاي يمكن لك ميديا الملتيميديا الناس كلنا نعرف سي كوا لو ميديا. الميديا ينجم يكون صوت معناتها صوت ينجم يكون ايماج ينجم يكون فيديو معناتها اوديو فيزوال اللي هو الميديا. On va voir donc ici, on va voir hier le neige nous a donné un média qui a donné cette qu'elle importé, puis une jib haja donc axe exporté. Donc je vais importer. Voilà, l'ibad donc a téléchargé un média. Je vais télécharger que ce soit maintenant Facebook, maintenant l'Instagram, maintenant n'importe quel média. Je peux enregistrer un média. Qu'est-ce que je vais enregistrer? Par exemple, من عند الويبكام تاعي نحل الويبكام تاعي ونسجل فيديو صغير باش نحنا خاصة معناتها أساتذة مدرسين ومربين مثلا باش نوري تفسير للتلاميذ كي انسي دو سويت. دونك نحضر روحي ونحضر اللي باش نقولوا درسي ولا اللي هو ونعمل انجستمون ا بارتير دو لا ويب كام. جو بو اوسي انجستري ليكرون تاعي باش نوري حاجه مثلا للتلميذ, باش نوري كيفاش يخدم ما نعرفش اني مثلا على الاكسل, باش نوري كيفاش يخدم نيمبورت. دونك اي ايتاب دونك ننزل على انجستري ليكرون كيما هيك. اي فوالا دونك il va enregistrer يعني voilà. Donc ici il y a plein écran, je vais faire l'enregistrement de l'écran كامل. Tu peux donc encadrer juste la partie اللي حاجتك بها. Le haut-parleur donc ici تنجم تزيد وتنقص, هذه اللارجور, هذا الهوتور, وهذا الميكروفون. Ici c'est le bouton d'enregistrement. Avec celui-là donc je peux cliquer sur ce bouton, il y a des سجلي بالوقت في اللي نعمل فيه هاني على l'écran. Donc, par exemple, j'ai une préparation à l'enregistrement taille. Voilà, donc, il s'agit de navigateur, Audacity, ça c'est un logiciel pour le traitement audio. Word, quelque chose comme ça. On va donc l'enregistrement تاعي تو نلقى باش نوقف نورمالمون l'enregistrement وباش نرجع نلقى موجود عندي. هاي دونك ici record, فما ان record صار تسجيل اللي عملته واني. فوالا بكري هذايا جربت بيه تو هو دونك الريكورد نتاعنا. نجم فما هالبوتون هذايا اللي على اليمين دونك كيتي l'enregistrement والا هيا والا باش تعمل دونك انت بوز والا باش تعمل ستوب. دونك ici je vais stopper. هاو هيا دونك التسجيل اللي تو كنت نعمل فيه هاو جاني لهنايا. اي je vais voir donc le contenu نتاعو, juste نكليك عليه ونضغط على البوتون تاع البلاي والا المارش. هاو هذا اللي كنت انا تو نعمل فيه تسجيل. Voilà, c'est l'enregistrement qui s'est à partir de mon bureau. Nous allons continuer. Donc ici, on a enregistré un média. Donc on a ouvert le webcam تاعك ou t'enregistrer quelque chose. Tu vois, ambiguïté, mais où je vais faire ça. Comme on l'a vu, dans le confinement, c'est
قاعدة تعمل في دي فيديو معناتها اكسبليكاتيف للتلامذة نتاعهم ان سي دو سويت اي انريجستري لي كون كنا تو نشوفو فيها وعندنا انريجستري اون فوا دونك ايسي بنجم زادة مثلا فيديو قاعد يتعدى واني نحب نسجل معاه تصوير نتاعي يعني بصوتي ولا حاجة معناتها مش باش تظهر انت لهنا تو سامبلومون تو فا انريجستري صوتك هاو لا فواك هاو جو كليك ايسي فوالا دونك عندك الميكروفون هو البيريفيريك نتاعك بيان سور ici alors le bouton هذا الروج هو ديما le bouton تاع البدايه ولا الانطلاق نتاع الديبيو نتاع لونجيسترومون دونك ici نحن التيم اللي on va voir tout de suite ou على لي بلانت وعلى البروتيكسيون نتاع لا تير اي بون معناتها نمو لا كرواسونس نتاع لي بلانت اي انسي دو سويت دونك 3, 2, 1 et on va commencer un record, مثلاً, ici alors l'enregistrement a ici le temps d'enregistrement 7 secondes. On va expliquer à propos de la croissance des plantes qu'on doit protéger des agressions climatiques. Voilà, merci. Voilà, ok. Ah ouais, donc le tasjil m'taï. هذا هو اوغز دونك ici l'enregistrement ça غير تصويره فوالا هذا هو دونك لونجستمون الاخر اللي بالفوكال وهذا لونجستمون اللي هو على البيرو فوالا الوغ كيما تلاحظ دونك الشاشه هذه كيما كنت نفسر بقبيله هذه اللي هي باش تشوف فيها الفيديو نتاعك ولا لونجستمون ولا اللي هو اللي على اليسار لاكوتي غوش باش تلقى فيها قلت اول حاجه لا بار دي منو كنت نفسر في المنو فيشي وفيها زاد دونك ici ما كما عندك ici donc عندك archiver le projet باش تخبيه عندك supprimer فما دي fichiers ما حاجتك بيهم باش تعملهم supprimer paramètres du projet هذه باش تعطيك plus de détails معناتها لهنايا par exemple باش تحكي على الفورمات نتاع نتاع الفيديو نتاعك كيفاش باش يكون الاسبي نتاعو par défaut هو باش يعطيك 16:9 وينجم انت تبدل دونك ici تنجم تحط ان اون هذه انستغرام portrait معناتها بالعرض باش تحط ستاندار باش تحط سينما انسي دو سويت للي ما يعرفش لي زاسبي هذومني 16:9 سي لو بلو كونسايي و ريكوموندي زيادة باش نحكي على الريزوليسيون هذومني كلهم حاجات معروفين كونسيرنون اون فيديو الريزوليسيون قداش فما الفول هاش دي اوت ديفينيسيون اوت ديفينيشن والا عندك الاو هاش دي الالترا او ديفينيشن الترا او ديفينيسيون هو الديفينيسيون وعندك دونك ضمن ال دي سي اي انسي دو سويت هذه كيفاش تحب الريزوليسيون نتاعك انسي دو سويت فوالا والا بيرسوناليزي اذا كان انت عندك دي بارامتر تحب تحطهم من عندك انت كيما قلت هو بار ديفو باش يعطيك 16:9 دونك تنجم تخليوها والفول اتش دي اي انسي دو سويت والفريكونس دي زي ماج انسي دو سويت هذا كونسيرنون لي بارامتر نتاع الفيديو نتاعنا اوكي اضمني دونك ici les préférences فوالا كيتي اذا كان معينك جمله عندك ليديسيون كل ما هي كيما الوورد ديما نقرب اكثر شيء بالوورد نعرفوا الكوبي والكوبي كوبي باش تقص حاجه كوبي كولي باش تاخذ كوبي باش تعمل لها كولاج افاسي تو فا سيليكسيوني مثلا تو سيليكسيوني هذوني كل اون فا لي سيليكسيوني ولا دي سيليكسيوني باش نحي السيليكسيون تاعهم كلمه سيليكسيوني سيتادير كيما هكا هذه سيليكسيوني هذا ماهوش سيليكسيوني ici alors هذا مثلا سيليكسيوني اذا كان حاجتي بهم كلهم سيليكسيوني دونك نجبدهم الكل اي فوالا اي سون سيليكسيوني مي زيليمون سون سيليكسيوني هذا لي زوتي دونك جو بو انسيري كلكو شوز جو بو اكرازي باش نحاها انسي دو سويت l'affichage, l'affichage متاعك donc il نجم يكون plein écran, tu peux réduire هذا معناها l'affichage متاعنا هذا معناتها باش يكون كيف نوع باش نحكيو على timeline اش معناتها timeline هذه هي هذه
التايملاين البارتي البارتي اللي من اللوطه هذه ساسابيل ماني قلنا حكينا على بارتي ادروات وحكينا على بارتي اغوش البارتي هذه اللي هي tout en bas ça c'est la partie timeline donc ici je peux نسبه لي timeline que ce soit agrandir ou elle dézoomer ou elle zoomer ainsi de suite donc هذه البارتي هذه ça s'appelle le timeline واللي هو باش تصير عليه les modifications et ainsi de suite ben exportation on va voir donc انت بعد ما تخدم الخدمه نتاعك بعد ما تحط les images باش تحط les effets باش تحط المؤثرات نتاعك مؤثرات كسوسوا صوتيه باش تزيد غنيه باش تنقص باش تكبر باش تزيد الوقت باش تنقص في الديوري ان سي دو سويت تو بو بعد ما كملت كل شيء وزدت اضفت ان تيتر واضفت دونك نجم حتى دي سو تيتر ونجم حتى دي زيفي اون فوار تو سا بتي ا بتي بعد باش تعمل اون اكسبورتاسيون اكسبورتاسيون معناتها باش تخرجها تو فا اكسبورتي الفيديو هذيك ما عادتش باش تقعد بروجي دون بالفيلم مورا باش يولي ان بروجي موجود مثلا على بالله الفيساج مدام سمحت اي شنية لا فيساج اي ما ظهر لي سيء خاطر لبقية سي زهير قاعدة تشوف معنا سي بون دونك لانتما مش بون قاعدين نشوفوا نحن سي محمد علي مرابطي راهو المشكله من الانترنت كي طب ما تشوفش من المشكله من عندك واضح كان سافا سينو كي ما رجعتلكش عاود اعمل ديكونيكسيون عاود ادخل تو تولي تقبلك مدام هاجر وتعاود ترجع تشوف احسن تصور باهي دونك ici alors بالنسبه للاكسبورتاسيون قلت اون فا كريي في الاخر تولي لك اون فيديو الخدمه اللي خدمتها انت باش تولي اون فيديو اي tu vas alors l'exporter معناتها باش تهزها تصدير معناتها الاستيراد امبورتي والتصدير الاكسبورتاسيون دونك ici باش تهبط على اليوتيوب باش تهبط على فيميو باش تهزها على ل, 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 على على الاورديناتور نتاعك ainsi de suite ou l'exportation que ce soit de cet onglet là ou الا زاد عندك البوتون هذا اسمه exporter سي لا ميم فونكسيوناليتي ولهنيك فكره ولا استوس صغيره حبيت نقول اللي نورمالمون ما هاجر اعطتكم اليان ان شاء الله باش تلقاوه نتاع الفيلم ورا بالكراك نتاعو واش معناتها بالكراك نتاعو هو في الحقيقه صحيح بيراتي اما احنا الغالب معناتها في تونس نخدموا اغلب شيء بالبيراتي هذاك باش انت كي باش تعمل اكسبورتاسيون في الاخر الفيديو نتاعك ماهوش باش تلقى فيه كلمه فيلم ورا باش تلقى فيه معناتها فماش شكل فيليغران هذيك اللي تطلع لك خاطر برشا فيديوهات نشوفوهم في الاخر يقول لك كري بار نعرف شنو هو والا بالنسبه للفيلم ورا اصلا تجيك بوند كامله هكايا مكتوبه اسمها فيلم ورا برشا ما يحبوش معناتها الفيديو نتاعهم تتغطى تتخبى معناتها ما يحبش حاجه كيما هكاك دونك انت كي باش تاخذ الفيرسيون اللي عطات لكم هاجر باش تلقاها ان شاء الله من غير كراك باغ كونتر راني لهنايا اليوم جوست جو فيان دو تيليشارجي سيت ابليكاسيون سو لوجيسيال وسي فري معناتها اخذته عادي معناتها من عند الجوجل اذا كان اني باش نعمل اكسبورتاسيون باش تلقى لهنيك اون فيليغرام باش نلقاها موجوده باهي هذايا كونسيرنون لا بار دي مينيو انتي تحتم دونك لي زونغلي هذوني سي كوا ici عندك لي ميديا مدام سامحني بالله فين تلقى اليان فين تلقى كراكي اليان هاجر وين حطيتو لهم اليان تاع الفيلم مازلت باش نحطه لكم من بعد في من داري نقري صغاري افيك اكسبليكاسيون داكور باش نفسر لكم مع خاطر ثم جماعه ما يعرفوش يصبوا الكراك كيفاش معناتها كيفاش يصب ان لوجيسيال باش نكتب لكم ورقه ان شاء الله تلقاوها يعني بعد الحصه في من داري نقري صغاري فيسبوك اوكي ميرسي سامحنا تلقاوها ببليكاسيون هكا قالت لك باهيه ان شاء الله دونك ici بالنسبه للميديا الميديا نتاعنا دونك ici وكل ما هم دونك اني باش هذه هالبارتي هذه باش نجيب فيها دي ميديا الميديا هذوما كما تلاحظ دونك نجم يكون اوديو هكاها هاي هذه اللي بكري اني سجلتها بصوتي اوديو ينجم يكون فيديو كي من هذايا هاكا ديجا مكتوب عليه فيديو مكتوب عليه فيديو وينجم يكون زاده
Images. On peut aussi importer des images. On va voir ça. Donc ici, importer. Qui m'a fait un clic importer que ce soit من هنايا والا عندك زاد لهنايا فما الامبورتي ميديا من هنا فوالا والا زاد ينجم انت اذا كان هضمني كل توا اني مثلا نفسخ جو في alors les supprimer نجم effacer OK un ou plusieurs clips vont être supprimés effacés مثالش donc انت من لوب كل تاع الاول ما باش تحل الفيلم راه ماكش تلقى حتى شيء في لي ميديا نتاعك باش تلقاه فارغ كي من هيك هذه هي الباج الرسميه الانترفاس الرسميه كاسكو لي اي سي عندك البلوس هذه البلوس زاد كيف كيف كيما الامبورتي من هنا كيما الفيشي من هنا امبورتي ان ميديا كيما البلوس هذه دونك نفس الغول دونك كلهم شي يجيبوا لك دي فيشي ميديا دونك نكليك على هالبلوس هذه Et je peux alors importer les nhabani. Donc, normalement, on a besoin de m'apprendre les nhabani et ainsi de suite. Mathalan, il y a un dossier à le bureau. Il y a une formation Filmora. Il y a par exemple, vidéo. Voilà, je l'ai importé. Il y a donc ici, importé. Et نجم تاخذ حاجه برك وتنجم دونك tu sélectionnes هذا من الكل ce sont des images وتعمل لهم ouvrir باش تاخذهم الكل voilà هما جاوني les images بتاعي والفيديو et voilà donc j'ai importé des ressources multimédia média علاش خاطر وانا فيديو اوديو ainsi de suite نجم نضيف زاده son نجم نجيب son bon انا راني هنا bon Là où j'ai le son, donc même si je suis la musique. Par exemple, Doctor Basmaki Bled. Ah, je suis là, allez, ouvrir. Voilà, donc j'ai donc ici une donc, chanson, image, j'ai vidéo, ainsi de suite. Et donc, par exemple, je suis dans le menu, par exemple. نتعدى دونك ici باش نكمل نوريكم الاخرين اللي هما مثلا اوديو دونك جو بو افوار لهنا الفيلم را دونك يحضر لي بوكو دونك دي ميوزيك تلاحظ اللي هما زاد كلاسي بار جونغ معناتها كل ميوزيك تابع علاش مثلا ici سي جون اي بريون فما ici تندر اي رومانتيك Donc, ce sont donc, des sonneries ou voilà, des chansons par défaut. Mais là, on a une flèche, une petite flèche qui est sur le dessus. Donc, heavy, par exemple, Drift. Il y a une clique sur elle, je la sélectionne. Nous sommes dans l'informatique. Je la sélectionne et puis je peux l'entendre. J'ai une chanson heavy. C'est Drift. Je suis en train d'entendre cette chanson. هي شانسون بوبيلار مش بوبيلار مي نقصد معناتها مستعمله برشا تروز اوتيليزي في لي فيديو يا اكزومبل هذا توا لهنيك شوف هاللي بتيت فلاش هذوما لو كان كليك عليه باش يقول لي باش نعمل تيليشارجمون من الانترنت اوغزر ديجا شنو يقول لي كيف جوست نحرك السوري نتاعي ونحطها فوق منها شو يقول لي دوبل كليك بور تيليشارجي اون لاين معناتها باش تاخذ الكونتوني نتاعها اون ليني ماهيش موجوده هذمني تستنى دونك انت والكونيكسيون انت اذا كانك انت باغ اكزومبل تخدم غير الفيلم وراه تنجم تخدم مادامك انت باش تعطيه لنا هاجر ان شاء الله يعطيها الصحه معناتها في ليان تنجم تصبو وتخدم به كوم ان لوجيسيال دو بيرو من غير كونيكسيون من غير انترنت ومن غير حتى شيء دونك في الحاله هذه انت مش لازم هضمني تصبهم هضمني وقتها انت خاطر تخدم غير انترنت اذا انت امورك باهيه وتخدم كونكتي وكل شيء تنجم دونك الليان هضمني كل تيليشارجيهم وبعث عليك تشوف دونك انا هي اللي تعجبك تنجم تضيفها سينو كيما قلت باغ اكزومبل يعني في الكلاس مع تلامذتي نخدم كان باللي هما غراتوي معناتها اللي هما ديجا مصبوبين وحاضرين هذوما ديجا دونك tu trouves عندك beaucoup de choix voilà وهما للعلم انت فما حتى اللي شكون يوصل انه حتى هذوني يكراكيهم معناها يخليهم يتحلوا له ديريكتومون بغير حتى لا انترنت لا حتى شيء لا علينا دونك هذا دونك اكزامبل
هذوما دونك الاوديو والاوديو يساعدونا مثلا انت عندك فيديو صامت ولا انت عندك فيديو عملته من ليزيماج مثلا تحب تضيف لهم ليزيماج هذوما غنايه ولا حاجه دونك تحط ليزيماج نتاعك وتحط معاهم الغنايه هذه تولي لك دونك ليزيماج يتعداو افيك سيت شانسون. بعدها دونك عندي هال لي تيتغ هذوما ولي تيتغ دونك يخليوك تعمل دي تيتغ مزيانين مثلا انت في بدايه الفيديو نتاعك باش تكتب حاجه دونك سي هو دونك هذا مثلا نعطاك هذا دونك ستارت نتاعو هذا جو بلوغ ماهوش باش يقعد هذايا دونك اني نجم لهنا هيك لورسكو دونك اذا كان اني اخترت هال التيتغ هذايا نجم نمشي بعد ذلك ونبدل الكتيبة معناتها نكتبها أني ماشي جو بلوغ نكتب مثلا التيتغ متاعي النباتات نكتب التيتغ متاعي اللي نحباني كيف دونك هذا جونغ آخر متاع تيتغ هذا العنوان متاع الفيلم متاعك ولا متاع البريزونتاسيون متاعك ولا اللي تحب انت ولا الكليب وبالطبيعة دونك هذا كل سي موديفيابل معناتها باش تكتب لهنايا كتبدل الكتيبة اللي حاجتك بها انت هذايا هذا باغ اكزومبل يكفي انك انت تكليك عليه وتشوف الكونتوني نتاعو عجبني هذا مثلا تيتغ هذا اللي يدخل على اليمين نولي ناخذو انسي دو سويت دونك هذايا باغ اكزومبل il fait un zoom هكا يمشي ويكبر انسي دو سويت فما لهنا هيك دي كريدي اش معناتها دي كريدي اللي هما بصفه عامه تلقاهم في اخر الفيديو معناتها كيما المسلسل معناتها في الاخر باش يعطيك شكون الممثلين ولا حاجه كيما هيك وبطبيعه كيف زاد موديفيابل متبدل الاسم نتاع كل حد باش تكتب معناتها عناصر نتاع المجموعه التلام ذا اللي خدموه انسي دو سويت هذا باغ اكزومبل كوم سي عندك روبريك نتاع اخبار معناتها لهنايا باش تمشي كيما هيك مثلا هذايا حاجه كريدي زاد كريدي اش معناتها معناها في اخر الفيديو باش تذكر شكون اللي خدم ولا حاجه كيما هيك هذايا كيف روبريك ولا عليها نتاع اخبار ولا حاجه انسي دو سويت وعندك لهنايا دونك ici tu peux donc modifier عندك دي تيتغ اخرين كيما هذايا باغ اكزومبل اللي يجيب الفون نتاعو فما الفون نتاعو روز وفما لي الفون نتاعو جون دونك انت وشنو التوجه نتاعك والاختيار نتاعك كل فيديو نتاعك سامحني اختي اي الو سامحني اختي بربي كي باش نبدل الاسم جست نكليكي معناها في وسط الكرا هذيك اللي فيها التصوير ونكتب نورمال هيك اي خبرك جاك اوكي سامحني كيف العاده دونك ici هل اللي بالفلاش هذوما ا انريجستري ولا ا تيليشارجي ا بارتير دو الانترنت دونك نجي كيما طلبت الاخت دونك هذايا باغ اكزومبل عجبني كاسكو جو في فير فما هل بلوس هذه اللي في الوسط شفتها نشوفها هذه هل بلوس هذه اش معناتها جو في اجوتي جو في اجوتي او تايم لاينر دونك ما حكيناش على البارتي هذه حبيت اني نمشي بشويه دونك وصلنا للتيتغ هذا في البارتي كوش تو باش نحكيو على البارتي هذه اللوطانيه مثالش ندخلوا حلها حديث بحديث دونك سي البارتي هذه هي التايم لاينر اللي اي حاجه انت باش تحب تضيف للفيديو نتاعك ولا باش تزيدها يكفي انت تكليكي عليها في البلوس لهنايا باش تضاف لك هي واحده واحده هاهي لهنا جاتني هذا هو التيتغ نتاعي شفناه ها هو التيتغ جي لوطا التيتغ هذا كاسكو جو في فير دونك نكليك عليه مرتين فوالا الوغ كيف نكليك عليه هاني مرتين كاسكو ليا باش يعمل موديفيكاسيون دونك ici نجم نجي لهنايا ونبدا نبدل في الكتابة نتاعي باغ اكزومبل باش نكتب اسمي باش نكتب اسمي مرابط ايضا مثلا هذا نجم بيان سور جو بو الوغ شونجي لا تاي نجم نردو 24 نجم نردو بولد معناتها غرا نجم نبدل التيب ستيل نتاع ليكريتور نتاعي ستيل نحب نردو باغ اكزومبل كيما هكا نحب نردو Vous avez plusieurs options, plusieurs favoris. Donc ici, avec la souris, on peut nkabbar ou nsaghar, nzid, que ce soit dans la hauteur ou dans la largeur, ainsi de suite. Ou on peut donc parler de title here, le titre rasmi, par exemple.
نحكي على مثلا شنو باش نحطو لهنايا فورماسيون في المغا باغ اكزومبل. فوالا الكتيبه نتاعي دخلت هذاك جو في فير عندي النجمه هذه اللي تطلع لي جو في الوغ موديفي ولا شونجي لومبلاسمون نتاع التيتر نتاعي ونجم زاد كيف كيف نبدل السو تيتر لهنايا نحرك كيما نحب نجم هذيك زاد شفت ستيل مثلا هذايا بخي ريغلاج سامحوني دونك عندي لا سونيت اون سون على بورت دونك ايسي نجم نبدل قلت نعمل ريغلاج نتاع الكتيبه نتاعي انسي دو سويت فوالا لوغ نجم نبدل حتى لومبلاسمون اليني ا دووات ا غوش انسي دو سويت هذا كل اختياركم فوالا اوكي هذا بالنسبه للتيتر هذايا كيف كيف نفس الشيء بالنسبه للتيتر كل نتاع الكريدي اللي حكينا عليهم هاي الكريدي دو فان لي كريدي دونك ايسي ها هو ار اكزومبل ناخذ الكريدي هذايا et je peux alors changer l'activité en temps donc un out qui fait charmel un clic à le plus le nec plus ajouter au projet donc il y a je te dois filer le projet en temps ou bien il y a un arme qui m'a dit qu'il y a un autre vidéo n'a pas glissé mais on a fait avec et hop on fait le nez voilà donc نجم tout simplement نغير لا بلوس لحد شيء اللي عاجبتني اللي حاجتي بها نكليك عليها و جو غليس على التايم لاين فوالا وكيف نكليكي عليها على التايم لاين باش نعاود دونك يصير نكليكي مرتين هيا دونك تظهر لي باش نبدل اني الكتيبه نتاعي باش نبدل الستيل باش نكتب اسامي اللي عندي انسدسلي سامحوني باهي هذايا دونك كونسيرنون التيتر وكل شيء ايسي الوغ نجم نعمل الوغ كوبي ما حاجتيش بها التيتر هذايا كيف كيف هذايا دونك جو كليك افيك لو بوتون دروا جي لا بوسيبيليتي دو كوبي كوبي كولي افاسي انسي دو سويت كوبي فوالا الوغ هذايا بالنسبه للتيتر ici alors باش نحكيو على الترانزيسيون الترانزيسيون كيفاش باش تتحول من سين لسين ترانزيسيون هاك ديجا دو فلاش معناتها انت باغ اكزومبل باش نرجع سيلفوبلي للميديا باش نجيب لهنا كل ليزيماج نتاعي باش نجيب مثلا ليماج هذي و ليماج هذي دونك عندي الحق لهنا اوردر لي جو بو موبيليزي ريت كيفاش جو بو غليسي نهز على اليمين على اليسار دونك انت تتحرك فيه تتحكم فيه نجيب التصويره هذيا انسي دو سويت نقربهم لبعضهم بعد على بعضهم نجي نحط لهنا حاجه اخرى انسي دو سويت باه باغ اكزومبل ايسي توا انت عندنا لهنا كلي زيماج هذوما باش نعمل اون ترانزيسيون ما بين اش معناتها اون ترانزيسيون باش تفهميها ترانزيسيون انك انت باش تجي ما بين التصويره هذه والتصويره هذه باش تعمل طريقه الانتقال معناتها كيفاش الانيماسيون باش تصير ما بيناتهم باه نمشي لهنا كلي ترانزيسيون J'ai beaucoup kiff kiff de classes ou voilà, de catégories de transition. Hel basique, hel ondulé, hel flou, ainsi de suite. Par exemple, هذي. نأخذ l'exemple هذي. Je y ai fait sélectionner. نعم. Y ai fait l'année que sélectionner ou technique à le bouton play. باش تشوفها كيف نية. هاي donc je vais jouer. هاي كيفاش. هذه هي هذه تسميها اون ترانزيسيون دونك انا لهناك باش نعمل انت لهناك سيليكسيوني هذه دونك باش نعمل هذه بلوس اوزر كيفاش صار دونك ici ثم فوالا دونك هذا اللي في اللي صار تو هذيك الترانزيسيون على شفتها ولا هذا C'est la transition. Donc ici, avec le titre, il y a une formation Filmora. Et il y a l'image, je dis transition à Haya. Et après, on a fait la transition à Haya, fait le rôle, fait l'autre. Donc la méthode, comment je vais passer d'une image à une autre, d'une scène à une autre, ça s'appelle une transition. Voilà.
هذمني وعندك دونك بوكو دو 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 دوتر دوتر دونك بوسيبيليتي كيفاش باش معناتها كيف دوتر ايفي نتاع لي ترانزيسيون نخليكم نتوما ديكوفرير معناتها كلهم تحفونين مزيانين هذه زاده مزيانه كلهم انت وشنو دونك انت وشنو فوالا دونك هي باش نشوفها بيتي فوالا باغ اكزومبل سا سيتي سي اون اوتر ترانزيسيون شفناها ولا ما عرفتش هذه هي فوالا دونك انت تخدم وتشوف على البلاصه كيفاش صارت الترانزيسيون هذيك ما عجبتنيش الترانزيسيون هذي ما حبيتهاش يكفي تكليكي عليها باليمين وتعمل افاسي باش تتنحى لك نعاود اهي هذه هي الكحله هذه كنشوفوا فيها هي هذيك هي الترانزيسيون هذه الجديده اللي عملتها ني تاو هذه الترانزيسيون تاع قبل هذه اللي ما عجبتنيش نكليكي افيك لو بوتون دروا باليمين ونعمل افاسي هكا تنحات نولي وقتها نجرب واحدة أخرى جديدة نجرب مثلا هذه مع أني يعني كمانيش سيليكسيوني دونك تو دابور تو سيليكسيون وبعد تنزل عليه ها باش نشوفها كيفاش هذه مثلا فوالا دونك عندي الشاشة هذه اللي على اليمين هي اللي باش توريك شنو الإفي اللي انت عملته سينو انت من قبل ما تعمل الإفي ولا ترانزيسيون يكفي انك انت تكليك عليها هنا وتشوفها قبل ما تعملها قبل ما انت تي لابليك على لي زيماج نتاعك ولا حاجه دونك تعمل هكا شوفها هاي هاكا وريها لك هي كيف هي فوالا هذه باغ اكزومبل يكفي نعمل هيك هاوني مش وريها لك هي كيف هي هذه هاي قول عليها نجمه وبعد تتحل انسي دو سويت دونك تنجم تتفرج فيهم قبل وتنجم كيما قلت تابليكيهم وبعد تالي بالبوتون دو فوا وتعمل سوبريمي وقتها ما عجبتكش معناتها فوالا هذايا دونك ترانزيسيون نتعدى لي زيفي كاسكو لي زيفي لي زيفي نجمو كيما فهمنا جوست نكليكي على هكايا سامحني عندي سؤال على ترانزيسيون سؤال على الترانزيسيون ما فيهاش توا ترانزيسيون نجم نعمل فيديو نحب نقص عليه في الوسط نزيدو مثلا نصاور وبعد زيد نكمل به ولا لا بيان سور نجم سامحني عايدة هذايا هاو بعد شوية مدام عايدة باش تكمل لكم لي زيفي وبعد باش مدام كونكري باش نوريكم فيديو كيفاش تقصوها من الاول كيفاش تقصوها مثلا من الوسط من الاخر دونك مدام عايده باش تكمل لكم لي زيفي وناخذ عليها الريليف نوريكم كيفاش تعملوا وتقصوا الفيديو نتاعكم فوالا اوكي ميرسي جوست كي بتيت انفورماسيون الترانزيسيون تكون بين زوج حاجات يعني دو ايماج سوكسيسيف دو فيديو ما تكونش ما بين مثلا هو فيديو كامل ما تنجمش تعمل في وسطه الا ما تقصه اتوريكم توتا لور معناتها هجوره تتوريكم كيفاش جو بو كوبي ومن بعد اني نجم يولي خاطر اني كيش نقصه شي يولي كوم سي دو بتي مورسو معناتها دو بتي فيديو وقتها نجم نعمل ما بيناتهم اون ترانزيسيون اما كيف يبدا الفيديو كامل ما نجمش نعم علاش ما نخليوش الكيسيون للاخر معناتها باش ما نقصوش سيميا ديجا قلت لكم من الاول يعيشكم اي واحد يكتب سؤاله وكي نكملوا البريزونطاسيون يسالنا ما يسالش باه دونك ici هذا لي زيفي تاع وصلنا لي زيفي دونك كيما قلنا جوست نكليكي عليها لوغتنا احنا جو بو سيليكسيوني اي فوالا دونك نجم نشوفها بوتون دووا مش بوتون دووا عاد بال بلاي هذا ولا جوي وباش تشوف شنو هي الايفي نتاعك ici alors un effet d'agrandir ما فهمتوش مثلا ولا ما عرفتش دو كوا يلساجي نجم نجرب عندي يعني بعد نفسخها مثلا هذا ان اوتر ايفي اون انو لهنيك عندك كيف كيف دي كاتيجوري دونك ici عندك سوبرپوزيسيون عندك فيلتر عندك لي فيلتر دونك نجم حتى يردها الكولور تتبدل معناها اصلا جمله كيما هيك انسي دو سويت هذه
il y en a des bulles, je fais il y en a des bulles, je suis ben donc ici, مثلاً, نجم نختار هذايا. Tout à l'heure, vous allez voir ceci et plus de détails sur la narrière pratique avec Hege. Voilà. هذايا donc les effets. Donc نجم انت تحسن الفيديو نتاعك برشا مؤثرات هذايا donc je trouve comme si حاجه en noir et blanc ou la حاجه ancienne ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, نجي نحكي على les éléments. نجم زاد كيف كيف نجم تضيف لل des petits éléments معناتها animés qui من هيك مثلا petit cœur. نجم تضيف هذايا les oiseaux, voilà, des petits oiseaux. Donc هنا مثلا نجم نجربها هنا هنشوف دو كوا il s'agit. Voilà. ده لهنايا هذايا اللي ضاف لي شفناه هذايا اللي ضاف الاليمون اللي ضاف هو نجم نحركو ونحطو لهنايا نجم نجيبو لهنايا انسي دو سويت نجم زاد ننقص فيه نصغر فيه دونك سي حتى شلنا يزي نحب نبدلو كيف كيف باش ما يقعدش مثلا كان ريتو قبل العصافر قعدوا ظاهرين على الكل معناتها قعدوا حتى للاخر لا انا نحب جوست في الطرايف الاولانيه نحب جوست هكا حتى هكا في العنوان وبرا هكا نقربوا لنا ونعاود نشوف جو بو فوار لو ريزولتات هاو العصافر حد لهنايا اوب يوفى الدور نتاعهم نمشي للحاجه اخرى انسي دو سويت نحب مثلا هالكور هذا يظهر لي في الاخر نجي لهنيك نبدل دونك سي هذا سابيل لو تيت نتاع التايم لاين هذه اللي نبدل بها البوزيسيون انسي دو سويت هذا لا تيت دو لا ليكتور دونك سي تيت نتاعنا لهنا نجم نخدم بها هكايا دونك نجم دونك حد لهنايا هيك ونعمل هالقلب هذايا فوالا يجي لنا دونك ما حاجتيش باش تبدا من غادي باش ما نبداش من الاول بالكل نبدا من هو القلب نتاعي يجي في الاخر باغ اكزومبل فوالا دونك ici vous avez beaucoup plus d'autres éléments à découvrir, vous pouvez les voir après. Voilà, donc avec l'interface interne, partie côté gauche, partie droite. On dit qu'il y a un choix à la timeline. Donc, j'ai ramené avec les images et ainsi de suite. Donc, ici, vidéo. هذا جوست انا اسي افيك لوكيل باش ناخذ الفيديو باش نبداو مع بحاجات سامبل وباش تكمل معنا هاجر دو بلوس افيك بلوس دو ديتاي دونك لهنايا باش نفسخ اللي كنت نخدم فيه دونك il suffit de sélectionner tout ça ونمشي عندي هذه الكوربي عاش كنشوفوا فيها اسمها افاسي دونك فوالا باش تفسخ لي التايم لاين تاعي باش يرجع نظيف ما في حتى شيء donc je vais importer la vidéo plus ou elle je glisse et je mets باش يقول لي ريزولوشن تاعو ماهوش كيف كيف ainsi de suite faire correspondre مثالش هاو جاني donc ici le vidéo تاعي على timeline ناخذ الفيديو واحد تايم نجم نحركو نجم نبداه دونك من الاول هاو دونك لهنا نجم نكبر الشاشه نتاعي على الاربع عظمي باش كنشوفوا فيهم ولا النجم زاد الصوت ان نزيد ونقص هذه دونك باش تولي لك بلان ايكرون هذا هو الفيديو سي اون بتيت فيديو اكسبليكاتيف ا بروبو دو لا كرواسونس دي بلان لا جيرميناسيون
باش نحدم شويه باش برشا هذا هو الفيديو تلاحظ انه الفيديو في الاخر فيها هنا دكتور مالنا ستارت والاوت دونك سي عندك دعمنا باعجاب يعني باغ اكزومبل ان قري سيونس مثلا وعجبني الفيديو هذايا عجبني نحب ناخذو ما نحبش فيها الديبيو هذايا والستارت هذايا الانترو جيو ارابيك والنهايه هذه دونك اون با فوار كومون جو في كوبي اي جو في دونك اجوتي دوتر ايفي اي اون با فوار افيك اي جو بوكو دوتر ديتاي بس انت توقعت تفرج لهيك في الفيديو وتحب ترجع للمود نتاعك العادي للمود مش بلانيكسيون المود الاخر دونك احنا عندك لي فلاش هذوما جو في كليكي نرجع للبروجي نتاعي هذا دونك فيديو هذا صوت ماهوش واضح صح صوت جست كنت نوري في الفيديو بتدخل بيان على خاطر الصوت تاع الفيديو الفيديو دونك سي هذا الفيديو نتاعنا كيما تلاحظوا كذا التايم لاينر كيفاش يصغر ويكبروا وبعد نخدع لي كان الكوبي الله يبارك دونك ici عندك التايم لاينر نتاعي كنت لاحظ هنا كيف عندك كاي دو فلاش يطلعوا لك ومعاهم هذوني دونك هلا جوست تقرب هكايا تو مي معناتها السوري نتاعك طوي يظهروا لك في الديبي هذوما يكفي انك انت دونك ici تحرك الوحده نتاعك دونك باش تلاحظ انه لهنا اغزر هو هذا الكل اللي كاو هاو هذا هو الفيديو اليوم بتاعنا المشاهد بتاعو ماشيين بشوية بشوية هاكا الفلوغ الفلوغيزون كيفاش تمشي بشوية بشوية حتى ايش للاخر هذا دونك سي تحب تصغر هاكا تحب تكبر انسي دو سويت دونك دوغي تلاحظ انت وين انت تتنقص الدوغي نتاعك باش تنقص هاي شفتها دوغي اني هيك نقص فيه وفات مانيش قاعده نقص لهنا جوست قاعده نقص يعني هو ياخذ مثلا نقولوا نحن 5 دقائق مثلا مش نقص واني باش يولي جوست ريدوي في 3 دقائق كها ان سي دو سويت هذه الاور دو فا انت هاك تتحكم فيها اوزرا قاعد او فيغ يا ميزور الدوري نتاعنا قاعده ال اوغمونت اي ال سو ريدوي ان سي دو سويت فوالا يولي اسرع معناتها الفيديو اي فوالا سي سا عندي ديك لهنايا دونك هاو التايم لاينر هذايا نجم تحركوا الريت هذايا هذه قلت النهايه هاو شفتوا الفلاشات ثم مش كيف كيف الفلاشه اللي لهنايا الفلاشه اللي لهنايا هذايا باش تصغر وتكبر دونك باش نعمل ريدوير واش نعمل اغرانديير والا زومي هاو قاعد يكبر فوالا هذايا كيفاش نكبر ونصغر التايم لاينر تاعي ونخليكم تو مع هاجر ان شاء الله elle va vous montrer beaucoup d'autres astuces سامحني نجم نسال ميسالش مرحبا كيف تكبر وتصغر في الفيديو تاثر على الكلمتين تاع الفيديو ولا لا اي نورمالمون اي صحيح تاثر اكيد مش كيما حاجه هكا باش تكون كوندنسي باش تكون كومبريسي مش كيما حاجه باش تكون اكثر ولا محاله انت عندك لهنا هيك هلا الشاشه هذه تنجم تشوف بها وتنجم تشوف اسكو سرعه سافا اسكو الوقت سافا دونك انت تخدم لهنا وتشوف تخدم وتشوف فوالا دونك شفنا توا مع بعضنا كومون امبورتي ميديا الميديا كيف ينجم يكون صون ينجم يكون فيديو ينجم يكون ايماج شفنا كومون جو بو اجوتي دي ريسورس هذوما يتسموا دي ريسورس هل لي زيماج و هل فيديو و الكل سو سون دي ريسورس كيفاش نجم نعمل اجوم تاع لي ريسورس نتاع لي بروجي كو سو سوا بالبلوس و الا نعمل غليسي اي ديبوزي نحطو لهناك على التايم لاين اي سي فاسيل نجم تزيد دي كليب دي تيتر دي ترانزيسيون دي زيفي انت دو سويت شفنا زادا كومون جيري لي كليب نتاعنا هنا على التايم لاينر نجم دونك نكبر نصغر في
في الدوري ainsi de suite وهبش نشوفه مع هاجر كومون je peux couper ainsi de suite شفنا كومون دونك تعمل بري فيزواليزي معناتها اي افي ولا حاجه تنجم تقراه بال بالتيت دو ليكتور هذيا تشوفه قبل حتى ما تعمل الافي نتاعك شفنا كيفاش حتى كيف تضيفه ما عجبكش تنجم تعمله سوبريمي وشفنا زاد هالبوتون ذا المهم اللي هو في الاخر بكل بعد انت تكمل هيك الخدمه نتاعك يعني سي دو سويت خاطر انت ما حاجتكش بها باش تقعد كيما هيك حاجتك باش تولي اون فيديو يتفرجوا فيها الكلام ذا العباد انسي دو سويت دونك كومون جو بو اكسبورتي الفيديو نتاعي اي جو بو معناتها لا بارتاجي كو سو سوا على 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 مواقع التواصل الاجتماعي لحد الان ان شاء الله عجبكم الاديتور نتاع الفيديو هذا اخترناه خاطر فاسيل اي اميزون باش نخليكم تكملوا بقيه مع الميتي هزر الفا فو مونتري بوكو دوتر استوس براتيك اوكي دونك اريتي دو بارتاج نعم ميرسي بوكو عايشك دونك بيان اكسبليكي الفنيتر ظهر لي معناتها فهموها الناس الكل كل وحده شنو الدور نتاعها كل بوتون كل منيو معناتها شفتوه بالباهي مع زميلتي فسرت لكم كومون امبورتي اكسيتيرا توا باش نشوفوا ان اكزامبل براتيك سيتادير باش ناخذوا الفيديو لا ميم فيديو دو لا كرواسونس دي بلونت ونحاولوا نبدلوا فيها دونك جو في بارتاجي مون ايكران قاعدين تشوفوا في الفيلم وراء هاي اوكي دونك لهنا جي بري الميم اكزامبل دو لا فيديو دونك عملنا التيتر دو دوبي من الاول كما ورتنا مدام عايده بالضبط لهنا زدت التيتر ومون نو وهذا اللي باش تعملوه وبعد عندي نفس هذه الفيديو هاني جوست جي كليك دو فوا وتجيني الخصائص نتاع الفيديو نتاعي كو جو بو ترانسفورمي دونك باش نبداو بالخاصيه اللي احنا حاجتنا بها ان نحب نقص شويه دونك ها باش نجي انا لهنا مثلا وين باش نقص هذيا الكل ما حاجتيش بيا مثلا الانترودكسيون هذيا حتاكسي للبلانت ما حشتيش بها دونك نبدا نحرك في التايم لاينر نتاعي كي نوصل للبلاصه اللي حاجتي بها داكور دونك عندي هالمقص هذايا كوبي جو كليك سور كوبي والا ديفيزي هي اسمها ديجا لهنا كان تشوفوا قسمت لي الفيديو نتاعي على اثنين هذه البارتي اللي ما حشتيش بها وهذه البارتي اللي باش نخليها دونك تو سامبلومون شنو نعمل تري سامبل جو كليك على البارتي اللي ما حاجتيش بها وعندي البوتون سوبريمي دو كلافيي كان تحبوا والا اذا كان تحبوا تستعملوا ديما معناتها المنيو تنجموا تعملوا افاسي والا سوبريمي دو كلافيي ديليت داكور هاي تفسخت لي ما عادش موجوده نرجع توا الفيديو نتاعي لبلاصتها وكان تلاحظوش اللي هنا التيتر كتبته في دونك بيست واحد هذوما يتسموا بيست عندي دي بيست فيديو وعندي بيست اوديو وقت اللي باش نزيد الصوت داكور لي بيست فيديو هذو ما راهو تنجم تزيد قد ما تحب داكور يعني تنجم تجيب انت ها وعندي فيديو واحد اخرى ما نحبش نحطها في نفس البيست باش نخدمها اليز دونك نجم نزيدها نحطها دوزيام بيست تروازيام بيست شفتوا قد ما انا نزيد قد ما هو يزيدني دي بيست لهنا يعني تنجم انت في المونتاج فيديو نتاعك عندك مثلا 10 فيديو باش تحطهم مع بعضهم تنجم كل فيديو تحطها في بيست وحدها تخدمها اليز اكسيتيرا او عندك لي بيست موجودين باه دونك جو فو بورسويفر افيك لا ميم فيديو عندي زاده من الاخر لهنا كيف عندي هالبارتي هذه ما نحبش نحطها ديما اش نعمل جو ديفيز نجي لهنا للبارتي اللي حاجتي بها بالتايم لاينر بها الروج هذه Je divise avec le ciseau. Toi, les deux vidéos. Ah, ok. Et je supprime les vidéos qui ne m'ont pas été faites. Je vais vous donner un petit peu de l'autre. Je vais vous donner un petit peu de l'autre. Madame, qui fait le wust? Je vais vous donner un petit peu de l'autre. Je vais vous donner un petit peu de l'autre. Donc, je divise une première fois. Je vais vous donner une vidéo. جو ديفيز اون اوتر فوا قداش ولات عندي من فيديو في الحاله هذيا ولاو عندي 3 فيديو ها واحده اثنين ثلاثه داكور
ليه مدام البوزيشنمون بريسي تاع التايم لاينر كيفاش يقع؟ بالنسبه للتايم هنا عندنا تروا فيديوهات خلينا نكمل هذه تفسخ افيك ديلي سوبريمي افاسي الفيديو البارتي اللي ما حاجتكش بها انا لهنا مانيش باش نفسخ اذا كان غلط نجم نرجع انولي ها هاي انولي انا جو فو انولي مانيش باش نقصها من الوسط فوالا نحبها ترجع لي كامله باه بالنسبه للتايم لاينر هذا راهو يعمل لك زوم الزوم يا اما تعملها بالخط الاحمر والا تعملها بالبلوس والموان اذا احنا اخترنا فيديو قصيره فيها دقيقه و40 ثانيه دونك انت تحب دونك لازمك تكبر في الزوم يا اما لهنا تجي لين تولي لك الكورسور نتاعك باردون دونك لهنا لحظه برك حبيت تركح لي لهنا نورمالمون تولي لك الكورسور اون ليني فالا كي تولي اون ليني اون با اوتيليزي الزوم من هنا ملا عندي الموان شوفوا لهنا كي نمشي للموان الفيديو ولات لي صغيره برشا يعني الزوم صغير برشا ما نجمش نتحكم ما نجمش نقص ما نجمش نشوف وين بالضبط باش نعمل ليديت نتاعي دونك شنو اللي نعمل نجي لهنا نمشي للبلوس اكثر نبدا نحرك للبلوس للبلوس تتحلي الفيديو تعمل لي زوم يولوا الثواني ظاهرين اكثر الدقائق ظاهرين اكثر داكور دونك جو بو اذا كان نحب نزيد نكبرها ولات لي بلوس ديتايي شفتوا لهنا لي نومبر الشلوط هذوما اللي هما لي نومبر دو سيكوند يزيدوا يكبروا لي يعني ما عادش توريني دقيقه كامله مع بعضها لا تولي لي مجزئه اكثر دونك جو بو فير ليديسيون تاعي خير المونتاج تاعي نجم نخدمه بالطريقه هذه خير كما قلت لكم يا اما بالبلوس والموا نجم نعمل زوم والا لهنا هاي لهنا توا ظهرت لي الفلاش دونك كي تولي لي فلاش هكايا معناتها بالعرض وقتها ها نقص ونزيد داكور نقص ونزيد بالطريقه هذه داكور دونك انا باش نخليها هكا باش تولي لي دونك باش نقص شويه باش تظهر لكم الكل هالفيديو فوالا داكور ان شاء الله كون جاوبتك على سؤالك دونك اذا كنت تحب تعمل ديتاي بار ديتاي تكبر في الزوم اذا كنت تحب تشوف لا توتاليتي دو لا فيديو خاطر نتوما باش تعملوا دي فيديو اطول من دقيقه و40 ثانيه تولي تنقص شويه في الزوم باش تشوف لا توتاليتي دو لا فيديو لحد سامحوني il y a quelqu'un je vais entrer très bien et je veux retourner به لهنا تعلمنا كومون كوبي هاكا عندي فيديو نحب ننقص فيها سامحوني اون مينوت دقيقه برك ونرجع لكم لحظه برك ديزولي بور لو روتار دونك لهنا عندي الفيديو نتاعي صاي قصيتها قصيت زايد اللي ما حاجتيش بيه دونك سا هديه الحاجه الاولى اللي نجم نعملها في الفيديو الحاجه الثانيه كيما قلت لكم زميلتي عايده انك تنجم تزيد الناراسيون تاعك مثلا الفيديو هديه فيها صوت هي ديجا فيها صوت مي لو صون تاعها ماش تسمعوا ولا لا ولا على الاخر فيها صوت ميوزيك دو فون انا ما نحبش الميوزيك هذه نحب انا نتكلم مش نعطيه الفيديو دي لتلمذتي دونك اش لازمني نعمل اول حاجه لازمني جو دو ديتاشي لازم الفيديو وحدها الصوره وحدها والصوت وحده دونك il suffit de cliquer avec le bouton droit على الفيديو نتاعي وعندي لهنا هيك هي بليزيور بوتون نجمو نخدموهم احنا باش حاجتنا اكثر حاجه نخدمو بها هي ديتاشي هاي ديتاشي اوديو ديتاشي اوديو كي نعمل ديتاشي اوديو انا باش نوريكم المانيبيلاسيون اكثر حاجه نستعملوها وبعد نتوما تكتشفوا لي زوتر مانيبيلاسيون دونك ولات لي الصوره وحدها والصوت وحده دونك انت تنجم راهو ساعات ماذا بيك الصوت تنقص منه بنفس الطريقه كيما تنقص في الفيديو بالضبط والا انا نحب نحيه جمله معناتها الصوت هذايا دونك جو كليك والا نقص فيه على الاخر
معناتها ننزل عليه مرتين يعطيني الفوليوم والفوليوم هكا باش نزيد. شفتوا كيفاش طلعت لي لهنا معناتها زدت في الصوت، والا نقص فيه مثلا الفيديو ياسر صوتها عالي نجم ننقص للبارتي اللي نحب عليها انا. دكار نجم نعمل هذية في الصوت، واللي حاجه باهيه ديما تشوفوها في الفيديو كي تبدا من الاول الصوت يبدا خافت يمشي ويعلى. كيفاش هذية؟ هاي لهنا عندي فوندو دونتري، فوندو دونتري كي نحركها شوفوا كيفاش لهنا لوطة عملت لك المثلث هك. اش معناتها؟ يعني الصوت باش يبدا خافت ويبدا يمشي ويقوى كيف كيف من الاخر. ديما في اللي فيديو في اخر الفيديو الصوت نتاع الفون يبدا يمشي وينقص. دونك كيف كيف هذه نجيبها هكا شويه لهنا عملت لي مثلث واحد اخر، معناتها في اخر الفيديو الصوت مش يمشي بشويه بشويه وينقص. داكور باهي نجم نزيد الصوت نتاعي كيما وراتنا مدام عايده افيك انريجستري انريجستري لا فوا. ديجا شفتوها معاها، انا سجلت لهنا ان اكزامبل نتاع صوتي تو سامبلومون. بعد ما تسجل انت صوتك مش يجيك لهنا هكايا في شكل صوت، جو فو لاجوتي او جو فو لي غليسي نجيبها ونحطها تحت الصوت دو فون كيما الفيديو. نبداها من هنا كيما الفيديو بالضبط. لي بيست اوديو تنجم تعمل بليزيور بيست اوديو، هاكا تحط الفون مثلا وحده، ميوزيك تحطها وحدها وصوتك انت تحطه وحده. داكور والصوت ديما نختاره اذا كان باش نعمل ناراسيون اقوى من الميوزيك دو فون. دونك جو فو تيستي، وديما راهو اشاك فوا كي تزيد حاجه كي تعمل اديسيون تيستي الاول قبل ما تكمل. داكور دونك جو فو لير فوالا. دونك لهنا زدت صوتي، عملت ميوزيك دو فون خافته شويه باش التلميذ ينجم يسمع صوتي اكثر من الميوزيك دو فون اللي انا زدتها. داكور ما ننساش كل شويه فيشي انريجستري البروجي، هذه ماذا بيكم معناتها ديما ما تخليش روحك للاخر، ما تخليش روحك اللي تكمل ليديسيون دو توت لا فيديو بعد تسجل به. دونك هذه الحاجة الأولى اللي نجم نعملها أنا في الفيديو. النجم زاد الفيديو متاعي تكون سريعة، داكار تكون سريعة نبطأ فيها، وإلا بالعكس تكون بطيئة برشا ونسرع فيها. سي افيك لا فيتيس، هاي عندي لهنا لا فيتيس. دونك جو كليك سور لا فيديو ونمشي للفيتيس. دونك يعطيك هو الشوا، تحبها لونت يعني تمشي بشوية بشوية، تحبها رابيد، هاو احنا مش نجربه مثلا رابيد. وثم فيتيس بيرسوناليزي اللي انت تحدد مدى السرعة متاحة. داكور هاو باش نقصوا احنا في السرعة مثلا. اوكي انا اجوتي باردون. دونك احنا بارك دونك باش نعملوها رابيد فوالا، باش نعملوها رابيد شوية. انا نشوفو ديجا في التايم لاين نقصت، هي كانت دقيقة وربعين ثانية ولات لي 50 ثانية. داكار وكان نقراها باش تولي لي سريعة، باش تسرع شوية الفيديو متاعك. دونك هدايا انت والشوا متاعك. داكار سي افيك لا فيتيس كيفاش تسرع في الفيديو متاعك. دونك باش نشوفو تويكا اون اوتر مانيبيلاسيون في الفيديو، واللي هي كي تجيني فيديو سجلتها انا بالبورتابل. هيا مش نزيدها هكا، جوست نجيبها تحت بحدا الفيديو الاخرى، وكان ننزل عليها الفيديو هذه نحب نقراها. شوفوا كيفاش. دونك الفيديو هذه خديتها بورتري بالطول بالبورتابل متاعي، جاتني فيها هالنوار هذا. دونك شنو هو الحل متاعي؟ هذه المشاكل اللي نتعرضوا لها. دونك لهنا عندك حلين، يا اما تو فا زومي على بلاصه منهم. داكور انت ما حاجتكش بالفيديو كلها، حاجتك بقعة معينة تو فا زومي. في الحالة هذه جو كليك على الفيديو متاعي ونجي لها المربع هذا. داكور جو كليك سور ركادري اي زومي. دونك مش يعطيني هو بار ديفو. دونك التاي الأصلانية متاعو هي 720 عرض و 1280 طول. داكور دونك أنا جو فو شونجي،
يعطيني هو اللي بار ديفو اللي موجودين اللي هما 16-9 بالعرض الكاتر والآن اللي تتوجد على انستغرام وإلا بيرسوناليزي. أنا معناتها ديما نختار بيرسوناليزي باش أنا نتحكم كيفاش باش نحب نزومي الفيديو متاعي داكور. ونجي أنا مثلا ما حشتيش بالبارتي اللوطانية دي باش تظهر في الفيديو، ساعات تصور فيديو أنت وفيها دي بارتي انت ما تحبهمش يظهروا، دونك تختار بيرسوناليزي. ونجي انا مش نخلي كان البارتي هذه ما نحبش انا البارتي الثانيه. بيان سور لازمني نثبت نمشي الفيديو خاطر باش ما تقصش بلاصه انت من بعد حاجتك بها، لازم تثبت فيها. اذا كان مش تقص مثلا من الاول كهو كما العاده ترجع للفيديو تي فا لا كوبي بالسيزو هذيه تقسمها على دو فيديو والزوم تخدمها على واحدة برك، نثبت فيها الكل الأول باش ما نقصش حاجة كما قلت لكم حاجتي بها. ايه جو كليك سير اوكي. شنو اللي صار؟ بون لهنا الزوم ما صارتش بالكدا. جو فو باردون جو فو ريبيتي باش نوريكم نزيد نقص اكثر. مثلا هاكي حاجتي كان بالبارتي الوسطانية هادي كهو بالا، شفتوا كيفاش كبرت لي لهنا، عملت لي زوم على البارتي اللي حاجتي بها انا اكهو به. مازال المشكله ما تحلت ليش، مازال عندي هاللكحه هذيا وانا ما نحبش النوار في الفيديو نتاعي. عندي زاده زوز حلول اخرين، دونك يا اما ننزل على الفيديو تولي لي الفيديو كياني تصويره نكبر ها ولهنا نجم نكبر فيه هالا كيما ليماج بالضبط، نجم نكبر فيها بالطريقة هذه ونقرأ فوالا هيك نحيتك النوار نتاعي. دونك هذا الحل الأول. الحل الثاني ساعات أنت تكبر فيها على الأخر سيرتو كي تصور دي بيرسوناج، تو مثلا لهنا ما ظهرتلناش خايبة على خاطر الشجرة، أما ساعات أنت تصور دي بيرسوناج معناتها تصور وجهك ولا تلامستك كي باش تكبر على الأخر ياسر التصويرة تولي خايبة معناتها ماهيش مش مزيانة. دونك شنو هو الحل باش نغطي هاللكحل هذايا؟ باش نغطيه باللي زيفي بيرسونيلمون نستعملها برشا، نمشي للافي. دونك لي زيفي لهنا كيما حدثتكم عليهم مدام عايده معناتها كيفاش تنجم تبدل الكولور اكسيتيرا نتاع الفيديو. انا لي ما حاجتيش باش نبدل الكولور، حاجتي باش نحي هاللكحل هذا. تختاروا لهنا تمشوا فلو داريير بلون، قيدوها عندكم هذه مهمه برشا برشا، فلو داريير بلون. دونك ننزل عليها يعطيني سيس افي شفتوهم، دونك تختاروا انتم ما تحبوا. ها باش نجرب هذه مثلا ننزل على البلوس باردون فوالا. دونك جو كليك سور بلوس، معليش جاتني لهنا لحظه برك باردون دونك جو دو افاسي. هاي جاتني لهنا، انا كي نعمل بلوس تجيني في البلاصه اللي فيها الكورسور اللي فيها تايم لاين. دونك ها باش نجي لهنا نكبرها، هذه هي اللي في اللي اخترتها، نجي لهنا بالفلاش كي يولي لي دو ليني ونكبر فيها على كبر الفيديو نتاعي. شفتوا كيفاش لهنا كلكحل ما عادش ظاهر، شي يعمل لي يعطيني صوره من الفيديو نتاعي في الباك جراوند في الارير بلون ويعمل لها شكل. نحبوا الشكل هذا انا ولا الشكل هذا، نختار انا دكار اوكي يعطيني هو نحي هذه حاجتي بالشكل هذا. تختار انت المره الاولى الشكل نتاعك دكار معناتها هو عندكم بليزيور افي داريير بلان بيكساليزي مثلا، نجمو زاد نستعملوا البيكساليزاسيون تولي لك مربعات صغيره، والا سكو جادور موا سي الجري نتاع ساعات فريمون فوالا تعطيك ليفي دو نوار بلون. زاد حاجه مزيانه برشا في لي فيديو تنجموا تستعملوها داكور، وتغطي لك النوار ما عادش ظاهر، تولي لي الفيديو نتاعي مزيانه برشا ونجم نستعملها. ساعات انت هذه بالنسبه للي زيفي عندكم بليزيور ايفي تنجموا تشوفوهم، مي انا عطيتكم اكثر وحده مستعمله لحل المشاكل. باهي ساعات الفيديو نتاعي انا صورتها غلط معناتها هي تجيب الطول وانا صورتها بالعرض ولا العكس داكور. دونك كيسكو جو دوا فير جو كليك دو فوا على الفيديو نتاعي. بون احنا الفيديو نتاعنا صحيحه مي جو فو شوازير معناتها لهنا كيفاش
كي ننزل مرتين يجوني الخصائص نتاع الفيديو مش نستعمل الخاصية الأولى اللي هي ترانسفورمي. عندكم برشا خصائص مش نعطوكم أهمهم معناتها اللي هي اللي هنا فير بيفوتي. بيفوتي باش تعمل باش تقلب هالي نجم نميلها شوية. ساعات تشوفوا انتوما حتى في الإشهارات فيديو تبدا مايلة تكار يعني مش نقص فيها لهنا باش تعطيني معناتها باش تعطيها لي الكل. دونك اخترنا لكم في المور على خاطر فريمون فيه كل شيء وكل شيء ساهل. فوالا نجم مثلا اذا كان نحب نقلبها هي بالطول وانا نقلبها بالعرض نختار لهنا 90 ديريكتوم ونعرفوا زاويه قائمه بالنسبه للاسئله الرياضيات سورتو عاوني ولات لي بالعرض. هذا بالنسبه للفيديو اذا كان عندك خطا. والا ساعات تشوف فيديو يعمل لك يحط لك وجه واللي بحذاه معناتها الميروار نتاعو زاد دي فيديو مزيانين برشا كيفاش نعملوهم بريتورني هاي هذه تعمل لك ميروار معناتها بالطول وهذه ميروار بالعرض داكور. كيف كيف هذوما تنجموا تستعملوهم داكور للي شال اللي شال يعني اللي هي الزوم تاعك تكبر هالك وتصغر هالك على الشيل معناتها الكبر الحجم يا اما ديريكتومون انت من هنا من الكرون تاعك كما باللي بوان هذوما تتحكم فيها والا تمشي افيك لي شيل. دونك هذوما اهمهم. ثم دوتر مي هذوما اللي توا تستحقوهم بالباهي بالباهي داكور. وراتنا زميلتنا عايده الترانزيسيون اللي هي من فيديو لفيديو كيفاش نتنقل داكور. النجم زاد نستعمل الفيديو هي في حد ذاتها كي تض معناتها نعمل لها ان موفمون. كي نحكي فيديو نحكي زاد ايماج نفس الشيء بالنسبه للايماج يعني هي في حد ذاتها كي لورسكيل سورا افيشي تعمل لي انيماسيون. ها هما كيفاش تدخل يا واش نختاروا هذه مثلا. فوالا شفتوا كيفاش جاتني الفيديو هاكا تزادت لي لهنا هاي داكور. دونك هذايا باش تعمل لي الزوم اذا كان انا ما عجبتنيش ونحب نبدل تو سامبلومون وقت اللي ننزل على واحده اخرى تتبدل اوتوماتيكمون ما فيهاش ديلي ما فيهاش افاسيه هذيا. ها اي موفمون نختارها تتبدل اوتوماتيكمون. ما حشتيش انا مش باهيين معناتها هاللي موفمون دونك نختار اوكون انيماسيون اذا كان نحبها تبقى عاديه بيان سور داكور. دونك هذه بالنسبه للفيديو نتاعنا بيان سور احنا مش نرجعها باردون مش نرجع للفيديو ونرجعها عاديه باش ما تجينيش غلطه. فوالا دونك هذوما بالنسبه للفيديو فيت في باش نختار اي ترانزيسيون غيان كو باش من بعد نشوفوا الريزلتا مع بعضنا. فوالا اخترت اي ترانزيسيون من عندي. دونك هذه بالنسبه للفيديو متاعي ونفس الخصائص نجم نعملهم معناتها للليزيماج داكار. تصويرة كيف كيف بالنسبة للتصويرة كما تشوفوا راهي الوقت متاعها ما هوش محدد دونك أنا نجم نتحكم في الوقت متاعها التصويرة مش كيما الفيديو يعني التصوير تجيني مثلا دقيقة دقيقتين كيما نحب أنا داكار. وكيف كيف تنجموا تنحولها هالنوار يا إما نكبر فيها لا والا نعمل لها الكلفلو داريير بلون. دونك هذوما الخصائص نتاعي. دونك جو نوبلي با دونريجستري فوالا. دونك اون افي لو تيتر اون افي لو تريتمون دو نوتر فيديو اون اجوتي اون اوتر فيديو افيك ترانزيسيون اون اجوتي اون ايماج نجم نزيدها اون اوتر ترانزيسيون. Voilà, on a ajouté notre voix, soutna zeda, d'accord, fait tasjil mta'na. Je vais enregistrer mon projet. Ashnou li tbaqat li waratna madame Aïda les éléments. Tbaqat li sa'at tchoufou entouma fi vidéo, yibdou zouz deux vidéos yumchou ma ba'dhom. Li hiya ismha écran partagé, d'accord. Donc, hal écran partagé, j'ma'an ta tnajem inti ta'amilha wahdek. Ida ken, mathalan, nhib ena wahdi na'amilha l'écran partagé, shnou bishna'a. شنجي لهنا هالي فيديو هذوما تولي هذه ما نحطهاش بحداها نحطها فوق منها
اوغ واش نعمل ديجا جاو فوق بعضهم مش ظاهرين دونك باش نولي هادي مثلا نجيبها على اليمين وهذه لازمني نصغر فيها ونجيبها على اليسار هنا مش يمشيو مع بعضهم ها باش نحط بلاي نجم هدية وقتاش تستعملها يا اما عندك دو فيديو تحبهم يمشوا مع بعضهم والا كي تصور روحك انت لهنا كيما وراتنا مدام عايده اونجستري ديبوي لا كام تحب انت تبدا تصويتك انت تحكي لهنا ولا وفاش تشرح لهنا دونك تولي عندك طريقتين يا اما تجيبهم فوق بعضهم كل وحده في بيست وتتحكم في الحجم نتاعهم والا في المراسه لنا العمليه هذه وجاي لهنا قال لي ايكرون بارتاجي ويعطيك قداش من possibility دونك لهنا لو ماكسيموم جو بونس فوالا نشوفوا الماكسيموم نتاعو 5 فيديو مع بعضهم ديجا تشوفوهم في الاشهارات خاصه الحاجات هذيا ويعطيك زاده كيفاش اذا كان انت عندك ميم 6 اذا كان عندك اكثر ساعات انا فيديو نحط فيها 10 بارتي مع بعضهم وقتها تولي تستعمل السوبر بوزيسيون ولي هاك لي بيست أما إذا كان عجبتك واحدة فيما هو لهنا باش نجي نقسمها على ثلاثة هذه نسيانها برشا نجي نقسمها على ثلاثة دونك كيسكو جو دوا فير ما عادش وتنجم هاجة زادة تحط إيماج ومعها فيديو مش كان أي هاو فيديو شنو باش نعملو توا دونك هذا باش نفسخو أنا توا ونحط لي فيديو متاعي مع دونك نخلي هذه للفون نجي لهنا بيان سور انا حاجتي بها بعد التيتر عندي نحط الكرسور متاعي بعد التيتر فوالا وننزل ونجي لهنا للبلوس ها هي جاتني لهنا ها هي هذه دونك كيسكو جو دوا فير ها هي لحظه برك نجي في وسطها حطيت لي 1 2 3 شنو باش نحط بالضبط داكور دونك نجي من هنا من الفيشي نتاعي ونختار انا شنو باش نحط باش نبدا بالفيديو نتاعي الاصلانيه نحطها هي نحب نحطها هي لهنا نحط الفيديو الثانيه لهنا ونحط باردون ونحط ليماج لهنا مش يمشيو الثلاثه اون باراليل باش نكبر شويه في فوالا دونك باش نرجع ليكتور تاعي دونك هذايا التيتر صحيح مشى لي التيتر تاعي ونشوفو توا كيفاش دونك لهنا يمشيو لي ثلاثه مع بعضهم مي اتون دونك جو دوا فوالا لازمني نكبر في الديري هي يعطيها لي ستوندار صغيره انا لازمني لين توفي لي الفيديو نتاعي داكار قلنا فوالا فوالا نصغر شويه في التايم لاينر فوالا احنا قصينا فوالا داكار ما تنساش باش تكبر معناتها هذيا تكبر فيها لين توفي لك الفيديو الاولى بار اكزومبل اللي حاجتك به داكار هاو شوفوا لهنا هذه هي فيديو هذه هي فيديو وهذه هي قيمة ثلاثة مع بعض هاجر الصوت ما عادش واضحة صوتي أنا؟ إيه جو بي كوبي هذيا باهي وتوا هاكا رجع على خاطر لهنا كما قلت لكم وقتاش تستعملوها هذه الديفيزيون دو ليكرون بيان سور يا اما كان مش تعملوها فيديو ايماج سي بون كان مش تستعملوها افيك دي فيديو لي فيديو ماذا بكم فرد وقت تو لهنا هاي هذه اطول من الفيديو هذه وقفت وهذه معناتها قاعده تمشي داكار هذه اكثريه تستعملوها كما قلت لكم اذا كانت تحب انت
معناتها الفيديو نتاعك انت تبدا تمشي لهنا وانت تتكلم وتفسر حاجه معناتها خارقه للعاده ولا مش تعمل بوبليسيتي اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه للديفيزيون دو نوتر ايكران واللي هي حاجه ممتازه برشا. دونك شفنا مع بعضنا اي جادور. دونك قبل افيك الفيرسيون اللي قبلها ما ثماش الديفيزيون، كنت مضطر اني انا نقسم ليكرون، مي توا مادام زادوها هذيا دونك في الفيرسيون الجديده هذيا زادوها الديفيزيون، تسهل لنا برشا الخدمه، عندكم برشا اشكال وتطلع لكم ريزلتا مزيان برشا في التريتمون فيديو نتاعكم. فوالا دونك هذوما هما لي برينسيبال فونكسيون دو تريتمون فيديو، وريناكم اهم حاجات راهو كان تشوفوا انتم تدخلوا لاي منيو بحر بحر نتاع تريتمون داكور. دونك احنا وريناكم اللي تنجموا تبداو بهم، اللي تنجموا تستعملوهم في الديبيو نتاعكم. دونك اخر مرحله اللي هي ليكسبورتاسيون، بعد ما كملت ما ننساش كما قلت لكم ديما نسجل ديما، ولازمك معناتها الاورديناتور نتاعك بيان سور تريتمون فيديو ياخذ معناتها ميموار كبيره برشا، دونك مادا بيك الاورديناتور نتاعك يكون جديد شويه، يعني الكارت جرافيك نتاعو باهيه الميموار نتاعو باهيه باش تنجم تخدم معناتها اليز به. هو بار ديفول هنا يخدم لي هاش دي هاي ديفينيشن، معناتها صوره واضحه جدا وكل شيء، ولكن شنو سي با ان ديفو، ولكن نجم نقولوا شنو ديزافونتاج نتاع الهاي ديفينيشن، انه يعطيك طاي كبيره برشا على الاورديناتور والا على اليوتيوب. معناتها انت كان تاخذ فيديو نفس الفيديو هاش دي ونفسها بكاليتي اقل، تشوف الطاي تلقاها ديفيرونت. احنا الفيديو نتاعنا باش نحطوهم على اليوتيوب، دونك مالوريزمون باش نختاروا مش هاش دي، باش الطاي تكون صغيره باش انا نجم نعمل له ابلود على اليوتيوب في ساعة، وباش اللي يحب ياخذ الفيديو ويتفرج فيها مع تلامذته ويعمل لها داونلود في ساعة. ما نجمش انا نحط له فيديو فيها 1 جيجا، il ne peut pas télécharger 1 جيجا باش ترسيلو ياخذ له شويه وقت. دونك لهنا اش نعمل، كملت التريتمون تاعي الكل بالترانزيسيون باللي في بالتيتر بلا 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 كل نمشي الاكسبورتي هذه. بيه بون لهنا في لي فيرسيون اونتيريور ما يوريلكش البلان، لهنا كيما تشوفوا هو بالفلوس راه بلان دالنو قداش ب 40 يورو بريسك فوق 120 دينار اكسيتيرا. دونك احنا مش ناخذوا لي غراتوي، هاي انتوما كي باش تاخذوا الفيرسيون. جي با انكور كراكي، جي با يو لو طون، خاطر كنت نخدم فيرسيون اقل من يعني في المورا 9 مي ما فيهاش الديفيزيون، صبيت طول الفيلم ورا نوف افيك ديفيزيون ديكرون، دونك نزلت ما عملتش الكراك. دونك نعمل كونتينيي ا يوتيليزي، انتم كي باش تنزلوا على كونتينيي باش يطلب الاسم واللقب ولا ادريس ايميل، دونك تعطيوهم له. مش تتحلك الاكسبورتاسيون هذه داكور، تحلك الاكسبورتاسيون كيما نقراو. دونك مانيش ندخلوا اون ديتاي في هذا الكل شنو، ما يعنينيش انا مانيش باش نقري بيه تلامذتي الفيديو، لا احنا باش نشوفوا هذوما انواع. اذا كنت تحب صوت بركه مش تمشي للامبي 3، احنا حاجتنا فيديو امبي 4 احسن كاليتي نتاع فيديو. باش نعطي اسم للفيديو نتاعي لي بلونت بيان سور، تعطيو اسم سينيفيكاتيف، وين باش تسجل او باش نسجلها على البيرو باش تظهر لي. فوالا باه شفتوا ريزوليسيون، دونك لهنا عطاني ريزوليسيون خاطر مدام عايدة لا خاطر انا من الاول باردون اخترت 640x360، عندك لهنا ويعطيك الفريكونس ديماج والتاي. هاي انتوما ديما فاش باش تثبتوا في التاي، طيب هنا اخترت لكم هنا فيديو كبيره برشا التايم تاعها 19 ميجا اوكتي، 19 بالنسبه للي ما يعرفوش لي تاي 19 ميجا اوكتي معناتها سافا، دونك ما وصلتليش معناتها للجيجا اوكتي جي لهنا في بلاصه الام، دونك سافا الفيديو نتاعي معناتها نجم نحطها على اليوتيوب فاسيلمون ونتيلي شارجيها فاسيلمون. كي باش توصل لي حتى 500 ميجا اوكتي وبرشا معناتها ماذا بينا ديما اقل. دونك كيفاش اذا كان جاتني لهنا كبيره برشا كيفاش نجم نطيح فيها الكاليتي في البارامتر؟ هاو لهنا
دونك لهنا نطيح عندي لونكودور من غير معناتها ما نبدلها نخليها الهاش 264 هاو لهنا الريزوليسيون الريزوليسيون يعطيك هو الهاش دي منين تبدا تبدا من 1280 على 720 من هنا تبدا الهاش دي اللي هي هاي ديفينيشن داكور وديما نتفقد الطاي مش انا على خاطر الفيديو نتاعي قصير نجم نختارها هاش دي الفريكونس ديماج معناتها في الثانيه الواحده قديش تتعدي لك من ما نعرفوا احنا الفيديو هي شنية هي مجموعه تصور لاصقين لبعضهم دونك لهنا السرعه يعني في الثانيه قديش عندك من ايماج تتعدي لك داكور بيان سور قد ما تزيد قد ما يعني قد ما تزيد الفريكونس لهنا قد ما الكاليتي نتاع الايماج تكون لك خير يعني تقسم الثانية مش كيما تقسم الثانية على زوز تصاور كيما تقسم الثانية على 20 تصويرة يعني قد ما تكبر قد ما الكاليتي تكون خير ذكر به ولهنا الدي بي متاعك كيف لهنا ديما قد ما نكبر قد ما الكاليتي تطلع خير أما أنا وحجم الوحدة متاعي معناتها ذكر باش نحطها في الوسط أنا 5000 لهنا الدي بي متاعنا فوالا دونك هذوما لي بارامتر اللي معناتها تتحكموا فيهم كما قلت قد ما نكبر قد ما الكاليتي خير وانا وال التاي نتاع الفيديو نتاعي نحط اوكي وقبل ما نحط اكسبوتين ثبت شفتوا لهنا كي كبرت وليت 73 ميجا اوكتي علاش خاطر حسنت في الكاليتي قد ما تحسن في الكاليتي قد ما التاي تكبر داكور دونك ما تنساوش لهنا تصوروا انتم دقيقه و40 ثانيه مش تخلي فوق ال 70 ميجا اوكتي فما بالك انت كنت تعمل فيديو نتاع نص ساعه قديش باش تولي لك لهنا دونك انا ننصحكم ديما اخزر للطاي ما تحاولوش تعملوا طاي كبيره باش تنجموا تحطوها على اليوتيوب وباش غيركم ينجم يعمل لها داونلود انا تا مش جوست يتفرج يعمل لها داونلود عنده في البي سي نتاعو دونك ماذا بكم الطاي ما تكونش كبيره تتحكموا بها في لي بارامتر نعاود لكم لي بارامتر كي تبدا هكا هبتلوته الكاليتي تتحسن اما الطاي تزيد تكبر في على البي سي نتاعك وعلى اليوتيوب كي تبدا تنقص انا باش نرجع ننقص باش في ساعه التويكه تتسجل لي كي ننقص داكور الكاليتي تطيح ولكن في لي بارامتر الكل الكاليتي تطيح استنى لهنا هذه هي اللي دونك باش ناخذ 20 3000 فوالا هكا لهنا زادت نقصت لي شويه داكور دونك تتحكم في لي بارامتر هذوك صحيح الكاليتي تطيح شويه ولكن تبقى صافيه راهو انا لي كاليتي الكل نطيح فيهم شويه باش نتحصل على طاي اصغر ولكن راهي تجي واضحه والتلميذ ينجم يقراها وسي بون معناتها الفيلم وراه راهو ما يعطينيش كاليتي خايبه ما تجيكش فيديو فلو ولا الصوت ما تجيش ولا الصوت متقطع نو يعطيك كاليتي طياره داكور دونك بعد ما نكمل ونثبت في كل شيء نعمل اكسبورتي ونستناها هذه ما نسكرش عليها لنتكمل دونك لهنا عندي طون دقيقه يبدا يقول لي قديش تعدى وقديش مازال نستناها لنتكمل بيان سور لهنا انت والحجم انت والتوقيت نتاع الفيديو والكبر نتاع الفيديو انت والكاليتي اللي اخترتها تستنى شويه معناتها لنتكمل لي 100% نتاعي اي دونك وكي تكمل Je peux l'ajouter à ma chaîne YouTube. Donc, ننصحكم انتم كأساتذة توا في هذا الكونفينمون هذايا تعملوا دي فيديو مثلا لتلامذتكم على خاطر ديما راهو الفيديو تكون لهم اسهل من الكتيبه كان انت التلميذ تبعث له فيديو يفهمك خير من اللي تبعث له ان فيشي بي دي اف ولا فيشي وورد داكور دونك ننصحكم تبدوا تجربوا في الفيلم ورا ان شاء الله تو دي سويت بعد ما نكملوا نحط لكم الليان بور تيليشارجي الفيلم ورا تبداو افيك دي بتيت فيديو بحاجات بسيطه حاجات قصيره تنجموا حتى انتم تسجلوا دي فيديو في الميزون تاعكم تجربوا هاللي شفناه هذايا الكل داكور و بوزالي اكسبوتي تلاحظوا لهنا
هي في حصة لافيشاج صغير، ولكن إن شاء الله تكونوا تشوفوا فيه موجودة كلمة في المورانف، هذه الفيليجران اللي إحنا ما حاجتناش بها. أنا توق كما قلت لكم جي با أونكور معناتها أجوتي ما سجلتش الفيلم مورانوف، ما شريتش الفيلم مورانوف، على هذاك تظهر لي هالبوند هذيا. مي اون فوا سجلنا شرينا انا كراكي مالوريزمون الفيلم مورانوف، الفيليغران هذه ما عادش تظهر، هذه كلمه الفيلم مورانوف مش تظهر لي الفيديو نت وصافيه. بي اون اتوندون ليكسبورتاسيون توي كنجمو نطلقوا الاسئله نتاعكم بالواحد مع دونك يلوفر الميكرو نتاعو ويسالنا. فوالا هاكا سي كملت. اش نعمل انا لهنا؟ تروفي لا سيبل اش معناتها؟ يعني وين موجوده؟ تروفي لا سيبل احنا سجلناها على البيرو، هاي باش تظهر لي. هاي لحظه برك نشوفوها مع بعضنا بوي نبداو نجاوبكم على الاسئله نتاعكم. شفتوا الفيليجران؟ تقلق. هلا هاو عملنا الديفيزيون. باهي لحظه برك دونك هذه الفيديو نتاعنا صيي جو دوا فيرمي فوالا. باهي جو فو اريتي لو بارتاج او بيان جو فو اريتي لونجسترومون. دونك ميرسي بوكو اللي تبعتونا. توا باش نتلقاو الاسئله نتاعكم ونجاوبوكم انا ومدام عايده.